قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى: من أتاني فيك ورولة. نفس الشيء. تبقى ما نفحص فيها. نعم. وكذلك من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. نعم. كذلك. طيب شيخنا، ما في هنا، هل يوجد مانع أن يقول تقرب بالطاعة فتقرب الله لهم المغفرة والرحمة ورفع الدرجات وكذا؟ هاي مثل هذيك. ايوه هاي مثل هذيك. هذا جزء من المعنى وليس هو المعنى التام. شيخ الاسلام استاذنا كلمة في هذا بيقول: قرب الشيء من الشيء الاخر المقابل له يقتضي قرب الاخر منه. اي نعم. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأل عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار: أعني على نفسك بكثرة السجود، علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟ أي قرب؟ قرب الذي في حديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أيوة. يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يستجيب الله له. هذا طبعا ضمني موجود، هذا المعنى موجود، لكن هو المقصود أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتواكل عليه، وإنما يجعله بالطاعة، فيقول: لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتواكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكون بقى قريب من الله هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن لا يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه وبخاصة السجود له.